السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معانا تلاجة ألاسكا 2 باب، مفصلة اللي في النص أو المفصلة المشتركة مكسورة، هنشوف مع بعض هنغيرها إزاي. طبعا هنركب الباب اللي تحت بداية، ركب الباب الكبير ركبه من تحت الأول. وهنركب الباب الصغير من فوق اول حاجة. طبعا هنشدهم لبره ونركب المفصلة في البابين، وهنحط المسمار ونربط المسمارين. لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. طبعا هنربط المسمارين، نجرط عليهم كويس. طبعا دي كلها اسنادة للباب. هنجرط عليهم على المسمارين كويس زي ما احنا شايفين. نيجي نفتح الباب ونجرب، طبعا شغال كويس. نفتح الباب اللي تحت، نتأكد طبعا ان الجوانات بجميع الاتجاهات ضمت معانا كويس، ما فيهاش اي مشاكل. طبعا التلاجة دي كان معمول ليها سمكرة من الجنبات، هننزل ان شاء الله في القريب العاجل نعمل لها سمكرة ازاي ونفصلها لما تكون خلعة او وجع من الباب. ولا تنسوا الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.